نحن الآن في وسط مسجد جامع الباشا، هذا المسجد العريق الذي يقع في سوق باب السراي. هذا المسجد يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1169 للهجرة، وبالتحديد في زمن الجليليين، حيث أمر حسين باشا الجليلي رحمه الله تعالى، يعني والي الموصل آنذاك زمن الدولة العثمانية، ببناء هذا الجامع المبارك من ماله الخاص وعلى نفقته الخاصة. فأمر آنذاك وزيره وولده محمد أمين باشا، أو ما يعرف بمحمد أمين الغازي، ببناء هذا الجامع، فأتم بناؤه في فترة وجيزة، وكان ذلك كما قلنا سنة 1169 للهجرة، وأوقف له أوقافا كثيرة يعني ألحقت بالجامع. وكان لهذا الجامع مكانا يعني مكانة كبيرة، كونه يقع كما قلنا في السوق الكبير آنذاك في مدينة الموصل وقرب سراي الحكم، والآن يسمى هذا السوق بسوق باب السراي. حقيقة جامع الباشا من المساجد العريقة والجوامع العريقة في مدينة الموصل، كما قلنا بناه الغازي محمد أمين رحمه الله تعالى، وهنالك عدة مراحل مر بها الجامع من إعمارات وتجديدات بنائه، وكل هذه الإعمارات كانت على نفقة الأسرة الجليلية، تارة في زمن سليمان يعني بق الجليلي، وتارة في زمن غيره، إلى أن جاء سنة 1955 الميلاد، يعني قبل ما يزيد عن أكثر من 80 سنة، هنالك تصدعت قبة الجامع الذي كانت تعلو مسجده، والتي تعد من كبار قباب المساجد في مدينة الموصل، أمر بهدم يعني القبة، وبعد ذلك أنشئت قبة يعني بغير القبة التي كانت تعلو المسجد، بحجم ربما حتى أكبر من القبة القديمة. فكان آخر إعمار لهذه القبة سنة 1955 للميلاد، يعني كما قلنا قبل ما يزيد عن 70 أو 80 سنة. ويتوسط باحة الجامع شاذروان الوضوء، أو ما يعرف بمصطلح الموصل الحديث بالمزملية، وهو شاذروان يعني يتوضأ منه، وفيه كان يسكب الماء يعني زمن السقائين قبل إدخال الأنابيب إلى يعني حياتنا اليومية.
أحسن. وأيضا هنالك منارة بنيت في تاريخ بناء الجامع الباشا، ربما يعني من يعني يدخل الجامع لا يراها، ولكن الخارج من الجامع هو الذي يعني يرى هذه المنارة العظيمة التي تشرف على فناء يعني فناء الجامع، ويتجاوز ارتفاعها تقريبا قرابة يعني 25 مترا. طبعا جامع الباشا يعني فيه أيضا ملحقات المدرسة الأمينية، وهي مدرسة بناها محمد أمين الجليلي كما قلنا نجل حسين باشا الجليلي، وهنالك مكتبة ألحقت بالجامع بعد أكثر من 50 سنة من تاريخ بناء الجامع، بناها سليمان بق الجليلي، وهو أحد الذين كان لهم يد الطول في إعادة إعمار الجامع، وألحق به مكتبة ضخمة، وهو أيضا من الأسرة الجليلية العريقة. طبعا هذا جامع حسين باشا الجليلي، حسين باشا الجليلي المعروف الذي قاوم الغزاة الصفويين عند حصاره من الموصل، فعند نصره على الصفويين وبعد انتصاره قام بناء هذا الجامع. الجامع هو يعود لأسرة الجليليين في الموصل، العائلة المعروفة. طبعا الجامع يعني العمر يتجاوز أكثر من 250 سنة عمر الجامع. حقيقة هذا الجامع يعني يعتبر جامع تراثي وأثري قديم، ولهذا تجد الناس يعني يأتون إليهم مكان بعيد لكي يلتقطوا فيه الصور ويقضون فيه أمتع الأوقات. صراحة النفس ترتاح في هذا الجامع، فيه روحانية يعني قد لا تجدها في غير مساجد الموصل، يعني قدم المكان وقدم الحجارة وقدم البنيان وقدم التصميم، كل هذا له أثر. يعني الناس الموصليون هم يعني متعلقون بمدينتهم، ومن ضمن تعلقهم بمساجد الموصل القديمة وبتراثهم. يعني لا شك أن هذا المنبر العريق وهذا الجامع العريق جدا اعتلاه أئمة كبار. يعني في الحقيقة لم أطلع على تاريخ أولئك الأعلام الذين يعني اعتلوا منبر الجامع، ولكن يعني مما لا شك فيه
يعني أن الشيخ عبد الله العمري رحمه الله كان خطيبا لهذا الجامع لفترة، ومن قبله الشيخ محمد الشيخ محمد الرضواني، وأيضا كما قلنا كان في ختام قبل يعني كان في الثمانينات أو السبعينيات من القرن الماضي فضيلة الشيخ بشير أفندي الصقال رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك فضيلة شيخنا الدكتور فيض الفيض رحمه الله، إذ عمل خطيبا في هذا الجامع المبارك قبل احتلال العراق من قبل الحكومة الأمريكية.
الكل تجي عليه من اطيافه من شماله الى جنوبه، العالم كله تجي على جامع الباشا. هذا جامع الباشا ما ينسيبه، لا جامع الباشا ولا باب السراي اجمل باب السراي، واني حمال باب السراي عشت بهذا السوق. سوق طيب، روحانيته طيبه، ناسه طيبين، والخيرين والطيبين كلها تساعد الفقير وتساعد كل شيء. نعمه من الله، انعم من عام رب العالمين. تجي الحرمه اختنا وتجي، يعني كل الناس تجي على هذا الجامع، تجي على باب السراي. يعني اكو ناس من احنا من عشاق باب السراي، ما كنت من باب السراي. وهذا الجامع يعني نفه، روحانيته طيبه، ومبنى بصايت الله والطيبين. يعتبر هذا الجامع من الجوامع المهمة والكبيرة في مدينة الموصل، حيث يمتاز هذا الجامع بالمساحة الكبيرة الذي يرتاد إليها أكثر أهالي أهل الموصل، يرتادون إلى هذا الجامع والروحانية الطيبة. والله يا هذا الجامع احنا لحقنا على الشيخ بشير أفندي السقال رحمه الله، والشيخ محمد فيضي رحمه الله كان من خطباء هذا الجامع، والشيخ أحمد السعدي، هذول من أبرز العلماء كانوا في مدينة الموصل. وعاد بناء هذا الجامع جماعة خيرين من أهالي هذه المدينة الطيبة. والله هذا الجامع يعني حي المدينة بأكملها. هذا الجامع ليش؟ لأن من عاد بناء المدينة رجعت على تاريخها وأحسنها من قبل. يعني كان إحنا عمر ما صلينا العشاء في هذا الجامع ولا المغرب، يعني أنا أتذكر من الستينات وفوق ما كنت صار صلاة مغرب بينه وعشاء إلا في حالة مثل أيام العيد والأعياد فقط. نعم. يعني في الحقيقة تعرض الجامع لآثار دمار يعني بسبب العمليات العسكرية التي جرت على تنظيم داعش، وبالتالي يعني سقطت أجزاء كبيرة من قبته التي كما قلنا هي من أعظم القباب في مدينة الموصل ومن أعلاها، إذ أن ارتفاع القبة يتجاوز 23 متر بقطر 18 مترا، يعني قبة ضخمة جدا. تعرضت هذه القبة ولا سيما الجهة الغربية منها إلى يعني دمار يعني شبه كامل إن صح التعبير. وهنالك أجزاء أيضا سقطت يعني من باحة الجامع، الغرف الملحقة تضررت كثيرا، يعني محلات الوضوء أبيدت بالكامل، شاذ روان الوضوء يعني أيضا لحقته أضرار كبيرة. والحمد لله رب العالمين في سنة 2018 وبالتحديد في الشهر الخامس يعني ارتأينا من إعادة إعمار الجامع، وكان يعني الظرف صعب جدا، فيعني السوق كان مدمر يعني شبه كامل،
ولكن دعونا الخيرين من أبناء مدينة الموصل يعني يمد اليد العون من أجل إعمار هذا الجامع، لما لهذا الجامع من مكانة أولا تاريخية في تاريخ الموصليين، إضافة إلى ما لهذا الجامع من يعني فضل في إعادة فتح سوق باب السراي. وبالحمد لله رب العالمين خلال 11 شهرا بالتحديد من السادس سنة 2018 إلى الشهر الخامس من سنة 2019 يعني أعيدت بناء الجامع بهذا الشكل الذي ترونه. وهنا طبعا لا أنسى الدور الذي يعني أداه الدكتور محمد خالد رحمه الله تعالى صاحب مشروع العودة الميمونة، والذي كان له أيضا مساهمة كبيرة من خلال مشروعه في إعادة إعمار هذا الجامع. حقيقة فتح الجامع في لأداء صلاة التراويح ليلا، وهذه مبادرة وسابقة لم تكن موجودة في هذا الجامع، حيث أن الجامع كان يغلق لصلاة المغرب أكثر شيء أو صلاة العصر. الآن الحمد لله صلاة التراويح تقام فيه وصلاة العشاء، والناس تتجول في الأسواق. طبعا هذه المبادرة لإحياء الموصل القديمة، روح الموصل القديمة، وإعادة الروح إلى هذه المناطق التي تعرضت للخراب والدمار أكثر من غيرها بكثير. العام الماضي أيضا أقمنا أمسيات رمضانية تتخللها أناشيد دينية وموشحات وابتهالات وقصائد وكلمات وعظ من فضيلة الدكتور الشيخ ذاكر. هذه السنة أيضا ارتأينا أن نعيد هذه الأمسيات وهذه النشاطات، إضافة إلى النشاطات القرآنية. النشاطات القرآنية تمثلت في مسابقة الرشيد أفندي الخطيب التي أقيمت في هذا الجامع، والتي ترعاها مشيخة المقارع العراقية فرع نينوى. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام.
على احمد عشرا بيتن زاده مولانا صلى الله.